السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة الصف السادس الإعدادي، أهلاً وسهلاً بيكم. النهارده إن شاء الله هنتكلم مع بعض عن النوع الثاني من أنواع المرايا. إحنا عندنا زي ما إحنا اتفقنا مع بعض إن المرايا نوعين، اتكلمنا عن المرآة المستوية، واتكلمنا كمان عن خواص الصورة المتكونة بالمرآة المستوية، وقلنا إن أنت عندك خاصية مهمة جداً اللي هي بعد الجسم عن المرآة بيساوي بعد الصورة عنها، واتدربنا مع بعض على بعض المسائل اللي ممكن تجيلي على هذه الخاصية. النهاردة هنتكلم عن النوع الثاني من المرايا اللي عندي، وهي حاجة اسمها المرايا القرية. طيب ايه اسمها مرايا قرية؟ احنا قلنا في بداية الوحدة دي يا جماعة ان الوحدة دي فيها تعريفات كتير، ولكن من يعني الحاجة الكويسة والمفارقة اللذيذة فيها ان التعريفات دي بتكون شبيهة بعضها. وده هنعرفه دلوقتي في تعريفين، احنا ممكن نلاقي كلمة واحدة بس هي المختلفة عن الاثنين. عاوزين نعرف يعني ايه مرايا قرية. كتعريف او كمفهوم، المرايا القرية هي عبارة عن مرايا سطحها العاكس يعتبر جزء من كرة جوفية. عشان كده قلت مرايا قرية، فجاي منين؟ من كلمة كرة. طب المرايا القرية دي اللي احنا بنقول عليها السطح العاكس بتاعها عبارة عن جزء من سطح كرة جوفاء، كم نوع؟ بتنقسم إلى نوعين. يبقى ناخد بالنا في الامتحان في أجمل سؤال، أجمل عبارات تالية: المرايا نوعان نقط ونقط، وبقول له في مرآة مستوية وفي مرآة قرية. لكن لو جه وقال لي تنقسم المرايا القرية إلى نوعين نقط ونقط، أقول له أنا عندي في حاجة اسمها مرآة قرية محددة، وحاجة تانية اسمها مرآة قرية ومقعرة. طبعا انت شايف دلوقتي عندك في السبوره في حاجه اسمها المرآة المحدبه حاططها بين قوسين مفرقه، والمرآة المقعره حاططها بين قوسين مجمعه، والتسميه ديت لها سبب هنعرفه مع بعض دلوقتي ان شاء الله باذن الله. فتعالى بس كده الاول نعرف يعني ايه مرآة محدبه كتعريف، يعني ايه مرآة مقعره. انا بس في طلب يقول لك طب يا مستر انت يعني ايه مرآة مقعره وايه مرآة محدبه والكلام دوت؟ مثال بسيط خالص وتطبيق عندك في البيت. الملعقه اللي انت بتاكل بيها دي مثال على المرآة القرية. طيب ماشي، طب يا ترى فين الجزء المحدب فيها، ويا ترى فين الجزء الايه المقعر فيها؟ الملعقه اللي انت بتاكل بيها، الجزء اللي انت بتشيل اكل بتشيل بيه الاكل هو ده الجزء المقعر فيها، زي ايدي كده بالظبط، ايدي اهي قدام منك، الجزء اللي فيه دوت ده هو ده الجزء المقعر زي الملعقه، يبقى ده بتمثل مرآة مقعره. طب الجزء الثاني عباره عن ايه؟ عباره عن مرآة محدبه بالنسبه للملعقه. طيب الكلام ده هيتضح فين؟ لو انا جيت رسمت كوره دايره بالشكل ده كده، وجينا نشوف فين المرآه المحدبه وفين المرآه المقعره. طب تعالى كده الاول نعرف يعني ايه مرآه محدبه. المرآه المحدبه كمفهوم هي عباره عن مرآه سطحها العاكس هو السطح الخارجي للكره الجوفاء. تاني المصطلح مفهوم تعريف المرآه المحدبه اللي هي المرآة المفرقة ايه هي؟ بقول له هي عبارة عن مرآة سطحها العاكس جزء من السطح الخارجي للكرة اللي المرآة بتعتبر جزء منه. ده بالنسبة لتعريف المرآة المحددة. طب المرآة المقعرة نفس التعريف يا جماعة، احنا قلنا من المفارقات الجميلة ان التعريفات كتيرة ولكن شبيهة بعضها، كلمة واحدة بس هتشيلها، يعني انت لو حفظت ده هتهيب دوت بكل سهولة، بس بدل ما اقول سطحها الخارجي بقول لا ده السطح الداخلي، يبقى الآن مقعرة أو مجمعة هي، بقول له هي عبارة عن مرآة سطحها العاكس هو السطح الداخلي للكرة الجوفاء اللي المرآة بتعتبر جزء إيه؟ جزء منها. ده كمفهوم أو كتعريف للمرآة المحدبة والمرآة المقعرة. طب يا مستر أنت قلت هنا في كلمة مفرقة وقلت هنا في كلمة مجمعة، إيه السبب؟ المرآة المحدبة يا جماعة بقول عليها مرآة مفرقة ليه؟ لأنها تفرق الأشعة الضوئية الساقطة عليها. طيب المرآة المقعرة بقول عليها مرآة مجمعة ليه؟ لأنها بتجمع الأشعة الضوئية الساقطة عليها. طب أنت دلوقتي الراجل عاملين جدول دوت، هنا لو جالي في امتحان مقارنة، ودي من المقارنات الجميلة بين المرآة المحدبة والمرآة المقعرة. المقارنة ديت هتشمل ايه؟ هتشمل التعريف عندي، يبقى ادي التعريف اهو، ايه كمان؟ احنا اتفقنا مع بعض في الأول خالص وقلنا إن الصورة عندك نوعين، في حاجة اسمها صورة تقديرية وصورة حقيقية. وقلنا إن الصورة التقديرية تنشأ من تلاقي امتدادات الأشعة.
أما الصورة الحقيقية فتنشأ من تلاقي الأشعة المنعكسة نفسيا. طيب هنا كاتب لي إن المرآة المحدبة بتكون صورة تقديرية، يبقى دايما المرآة المحدبة تكون صورة تقديرية. نيجي على المرآة المقعرة، الصورة بتاعتها معظم الصور اللي بتكونها بتكون صور حقيقية، أنا بقول معظم، لأن إحنا لما نيجي نشوف خواص الصورة المتكونة بتكون مثل للمرآة المقعرة المجمعة، هنلاقي في عندنا حالة بتطلع فيها صورة تقديرية، عشان كده قلت معظم، ما قلتش كل الصور. بعد كده البؤرة بتاعتها، يا مستر البؤرة دي المفروض إن أنا أقول فيه مصطلحات إن شاء الله متعلقة بالمرايا، بس طالما عندك التقسيمة أو المقارنة لازم أقولها لك. البؤرة بتاعتها بتكون بؤرة تقديرية لأن الصورة تقديرية وتنشأ من تلقي الامتدادات. طب وهنا البؤرة حقيقية ليه؟ زي ما إحنا اتفقنا مع بعض بتنشأ من تلقي الأشعة المنعكسة نفسيا. لو جينا نشوف المركز بتاع التطور بتاع المرآة، هنلاقيه بالنسبة للمرآة المحدبة بيقع خلف السطح العاكس. تعال معايا كده على الرسمتين اللي تحت دول، احنا اتفقنا مع بعض ان هي ايه؟ سطح الكره، ادي الكره اهي. طب السطح الخارجي، ادي السطح الخارجي اهو، تمام كده؟ السطح الخارجي اهو، دي كده المرآه المحدبه. الجزء اللي احنا مشرحينه دوت علشان نوضح لك ان السطح العاكس خارجي، والجزء اللي احنا عاملينه دوت كده عشان نوضح لك ان الجزء العاكس او السطح العاكس هو الجزء الداخلي. الميم دي بتمثل ايه؟ دي بتمثل المركز بتاع التطور بتاع الدايره او الكره اللي عندك. طب بص كده تعالى، المفروض السطح العاكس اهو، المركز هنا بقى فين؟ يقول لي اصبح خلف السطح العاكس. طب هنا السطح الداخلي، السطح العاكس هو السطح الداخلي من الكره، يبقى المركز بتاع الكره اللي هو هيعتبر مركز الدايره فين؟ مكانه فين؟ موقعه فين؟ امام السطح العاكس. يبقى احنا عرفنا مع بعض يعني ايه مرآة كرية؟ ايه هي انواع المرايا الكرية؟ مرآة محدبة ومفرقة، وقلنا ليه؟ ده سؤال بيجي في الامتحان. وليه قلنا بعد كده في مرآة مقعرة مجمعة وقلنا ليه؟ وده برضه سؤال بيجي دايما في الامتحان. طب تعالى بقى نشوف بعض المصطلحات المتعلقة والمرتبطة بالمرايا الكرية. أنا عندي مجموعة من المصطلحات ودي حاجات مهمة جدا لازم الناس تاخد بالها منها لأنها بتيجي في الامتحان على صورة أذكر المصطلح العلمي، ما المقصود أو عرف الكلام دوت. أول مصطلح عندي بيقول لي مركز تطور المرآة ويرمز له بالرمز مين. إحنا اتفقنا مع بعض إن المرآة سطح من كرة ضوفاء، ولما رسمنا كرة أو دايرة. يبقى لما بقول له تعريف مركز التطور بقول له هو إيه؟ هو مركز الكرة اللي المرآة بتعتبر إيه؟ جزء منها. أهو آدي مين هنا وآدي مين هنا. ده مركز إيه؟ مركز الكرة، مركز الدايرة، ده مركز إيه؟ مركز الكرة أو الدايرة. طب أنا اتفقنا مع بعض كده ان المرآة المقعرة او المحدبة جزء من كرة ضوفاء، يبقى مين مركز دي؟ الايه؟ المرآة. مركز التطور زي ما احنا اتفقنا مع بعض احنا بنديله رمز مين؟ هو مركز الكرة التي تعتبر المرآة جزءا منها. واتفقنا مع بعض في التقسيمة اللي عملناها ان مركز الكرة او مركز المرآة، مركز التطور في المرآة المحدبة بيكون ايه؟ بتيجي قبل خلف السطح العاكس، من قبل المرآة المقعرة فين؟ امام السطح العاكس. ده بالنسبه لايه؟ للمصطلح الاول اللي هو مين؟ مركز تطور المكان. طيب نيجي على المصطلح الثاني وهو اسمه نصف قطر تطور المرآة. ويربط دور الرمز نق عشان لما تشوف الرموز دي تبقى انت عارف مين بتشير الى ايه؟ ده مركز التطور. فامال نق اللي هي المكان بتشير الى ايه؟ ده نصف القطر بتاع التطور بتاع المرآة. طب يا ترى تعريفه ايه؟ عندك تعريفين. التعريف الاولاني هو نصف قطر الكره التي تعتبر المرآة جزءا منها. أو خد بالك من أهلي بقى، المسافة بين إيه؟ بين مركز التطور اللي هو مين؟ وقطب المرآة أو أي نقطة على السطح العاكس. دي نوضحها مع بعض شوية، أنا ممكن نوضحها كده بالقلم مع بعض. لو أنا معايا أدي دايرة أهي بالشكل ده كده، وهنا طبعًا مين؟ أدي المركز. هنا كده حطيت أنا حاجة اسمها حرف قاف، وبعدين حطيت هنا حرف وليكن سين، وحطيت هنا حرف كمان وليكن صاد. ورحت عامل كده، عملت كده، عملت كده. دول ايه؟ الشاطر في الرياضه يقول لي دول انصاف اقطاب، جميل برافو عليك. يبقى نصف القطر بتاع تطور المرآة هو ايه؟ تقول لي نصف الكرة، نصف قطر الكرة اللي بتطور جزء منها، طب ايه كمان؟ المسافة بين مين؟ بين مين؟ مركز التطور والقطر أو أي نقطة على السطح العاكس. أو أي نقطة على السطح العاكس، يعني مين قاف؟ نصف قطر، مين سين؟ نصف قطر، مين صاد؟ نصف ايه؟ نصف قطر. ده بالنسبه لمين؟ لنصف القطر، وهناخد فيه علاقه بين نصف القطر دوت وحاجه ثانيه اسمها البعد البوري مع بعض ان شاء الله. نيجي على المصطلح الثالث بيتكلم عن حاجه اسمها قطب المرآه، ويرمز له بالرمز ايه؟ قاف بالشكل اللي انت شايفه دوت.
طب قطب المرآة ده عبارة عن إيه؟ قال لي قطب المرآة دوت عبارة عن نقطة وهمية تتوسط السطح العاكس للمرآة. تاني، إيه هو قطب المرآة؟ نقطة. نقطة إيه؟ وهمية. شوف أنا حاططها فين يا جماعة؟ حاططها في منتصف السطح العاكس للمرآة، ودي ليها دلالة مهمة جدا، هنعرفها مع بعض. يبقى قطب المرآة تاني، يرمزه بالرمز ق، إيه هو؟ نقطة وهمية تتوسط السطح العاكس للإيه؟ للمرآة. نيجي بقى على نقطة مهمة جدا عندي. أنا دلوقتي كده لو رحت عملت لها كده. زودت ده كده، وعملت ده كده، وعملت ده كده. بص كده معايا. قلت لك مين قاف ده يمثل إيه؟ هتقول لي مين قاف ده كده؟ هيمثل حاجة اسمها المحور الأصلي للمرآة. والمحور الأصلي للمرآة اللي هو عبارة عن الخط المستقيم اللي بيمر بقطب المرآة ومركز تطورها. يعني انا مستر دلوقتي اقول مين سين محور اصلي؟ لا. اقول مين صاد محور اصلي؟ لا. وخد بالك في الامتحان ممكن تيجي لك الرسمه اقول لك 1 2 3، يا ترى مين اللي بيمثل 1 ولا 2 ولا 3 محور اصلي للمرآه؟ احط لك الارقام واقول لك ده 1 ده 2 ده 3، يا ترى مين؟ هتقول لي 1 اقول لك لا. طب يا مستر 3 برضه لا، امال هيكون كام؟ 2. طب ليه؟ نعرف بقى. قال لك لان المحور الاصلي بتاع المرآه هو عباره عن الخط المستقيم الذي يمر بمركز التطور والقطب. لازم يمر بالقطب. خلاص طب ما ده ماشي مع مركز التطور بس ما راحش على القطب. طب وده برضه بس ما راحش على القطب. معايا؟ طيب اذا انا هسالك سؤال جميل جدا. يا ترى دلوقتي المرآه المقعره او المرآه الكريه لها كام محور اصلي؟ هتقول لي محور اصلي 1. وده سؤال بقى في الامتحان مهم جدا من الاسئله اللي دايما بتيجي في الجزئيه دي. يبقى المحور الاصلي للمرآه هو المستقيم الذي يمر بمركز التطور وقطب المرآه. اذا لها محور اصلي 1 اه ترى لي دي بالنسبه في الامتحان بقول والله لان المرآه القريه لها مركز تطور 1 وقطب 1. تاني سؤال من الاسئله المهمه جدا، عالم لما ياتي المرآه القريه لها محور اصلي 1 ليه؟ وبقول له لان المرآه القريه لها مركز تطور 1 وقطب 1. ده بالنسبه للمحور الاصلي اه. طب ده مصر مين سين مين صاد؟ حط لي ايه؟ حط لي ده، حط لي اي نقطه ثانيه على السطح العاكس بتاعي وقول لي بقى المحاور دي اسمها ايه؟ دي اسمها حاجه المحاور الثانويه للمرآه. يبقى المحور الثانوي للمرآه هو المستقيم المر بمركز التطور واي نقطه على السطح العاكس خلاف ما عدا مين؟ القطب. لانه لو مر بالقطب اتفقنا مع بعض يبقى ايه؟ يبقى محور اصلي. ما مرش بالقطب واي نقطه ثانيه على المحور على السطح العاكس يبقى ده محور ثانوي. السؤال مركب بقى في الامتحان، علم ان المرآه الكريه لها محور اصلي 1 وعدد لا نهائي او عده محاور ثانويه. الاجابه بالتفصيل على الجزئين لان ليها محور اصلي 1 لان لها مركز تطور وقطب ومركز تطور 1 وقطب 1، عدد لا نهائي او عده محاور ثانويه لان اي مستقيم هيمر بالمركز واي نقطه على سطح خلاف القطب ده بيعتبر محور ايه؟ محور ثانوي. ودي من الحاجات المهمه جدا، هو السؤال موجود عندي على السطور اهوت، من الحاجات المهمه جدا في الامتحان. نرجع تاني ونشوف بعض المصطلحات التانيه على المرايا الكريه. المحور الثانوي احنا قلناه. البؤره. كلمه بؤره. البؤره ديت بيرمزها بالرمز ده. والبؤره دي عباره عن ايه؟ قال لي هي عباره عن نقطه تجمع الاشعه، يبقى البؤره احنا اتفقنا مع بعض ان انا برمزها بالرمز ايه؟ بالرمز باء بالشكل ده كده. طيب ايه هي كتعريف؟ اللي هي نقطه تجمع الاشعه الضوئيه المنعكسه او امتدادها. طب المنعكسه في حاله ايه؟ في حاله المرآه المقعره. طب وامتدادها في حاله مين؟ المرآه المحدبه. تاني البؤره من التعريفات المهمه جدا، ايه هي؟ نقطه تجمع الاشعه الضوئيه المنعكسه او امتدادها. اقول له كده عادي تعريفك صح. عاوز توضح لي زي ما هو راجع قايل لك كده، نقطه تجمع الاشعه المنعكسه في حاله المرآه المقعره او امتدادها في المرآه المحدبه مفيش ادنى مشكله خالص. طيب البؤره اسمها بؤره اصليه. البؤره دي سواء كانت المرآه المقعره او المحدبه اسمها بؤره اصليه، ولكن البؤره الاصليه دي في حاله المرآه المقعره بنقول عليها بؤره اصليه حقيقيه، وفي حاله المرآه المحدبه بنقول عليها بؤره اصليه تقديريه. الله. طب وليه بقى في الامتحان؟ اشمعنى؟ احنا لسه بنقول اهو هنا نتجت من تجمع الاشعه المنعكسه. طب وهنا نتجت من امتداد هذه الاشعه. لانها ناتجه من تجمع الاشعه المنعكسه عشان كده يمكن استقبالها على الحال فبنقول عليها بؤره اصليه حقيقيه.
ده بالنسبة للبور. آخر مصطلح عندي من المصطلحات أو المفاهيم المرتبطة بالمرأة الحرية حاجة اسمها البعد البؤري للمرآة المقعرة اللي هو عين أو المرآة المحدبة عادي. البعد البؤري ده مصطلح مهم جدا، وانت فاكر لما قلت لك هتبقى في علاقة بينه وبين مين؟ ها؟ مين اللي مصحصح ومين اللي واقف بقى يبقى شاطر معايا؟ النقل نصف الكتب وهنعرفها دلوقتي. البعد البؤري للمرآة المقعرة عين بمظبوط ناقص عين هو عبارة عن إيه؟ المسافة بين إيه؟ بين بؤرة المرآة الأصلية المقعرة والقطب. في عجالة كده واحد يقول لي يا الله طب انا ما عرفتش الكوره ديت ازاي والكلام دوت، لو انا رسمت لك رسمه بالشكل ده كده وقلت لك كده قدامي ايه؟ عباره عن مرآه نوعها ايه؟ تقول لي دي مرآه مقعره رافع الاثنين لان السطح العاكس جزء داخلي. طيب وبعدين هنا ايه؟ دي هنا القطب احنا سبت الاثنين مع بعض اللي هو السطح العاكس، بص كده معايا ورحت عملت لك كده. طب وهنا مين؟ تقول لي هنا مين؟ مركز التقور وروحت حاطط لك هنا بيه، تقول لي اه ايه البيه دي؟ ما هو الفقره دي. طيب ماشي انت بتكون نقطة تجمع، طب ايه رايك لو انا خدت شعاع اهوت سقط وشعاع برضه سقط اهو تمام، وبعدين مالهم دول؟ الاشعاع ده سقط اه، ده بينعكس يجي لي هنا كده وده ينعكس يجي لي هنا كده، يبقى دي النقطه اللي هي بتتجمع الاشعه الضوئيه المنعكسه اهو، ادي اتجاه الانعكاس عندي اهو. طيب تاني انت بتعمل كده ليه؟ عشان اقول لك يعني البعد البؤري تقول لي المسافه بين البؤره مش دي البؤره دي؟ اه وده مين؟ ده القطب. يبقى المسافه بين البؤرة الأصلية وقطب المرآة ده بقول عليه البعد الايه؟ البعد البؤري للمرآة، يبقى المسافة بين البؤرة بتاعة المرآة الأصلية المقعرة والقطب بتاعها ده اسمه البعد البؤري. نيجي بقى على الحاجة المهمة جدا جدا وهي العلاقة بين نصف القطب والبعد، يجي لي في الامتحان يقول لي ايه؟ ما هي العلاقة بين نصف القطب والبعد البؤري؟ أقول له اه، نصف القطب يساوي ضعف البعد البؤري لفظا. طب تعالى كده في علاقه رياضيه اه نقي بتساوي ايه؟ قال لك لا اهو نصف القطب يساوي ايه؟ ضعف البعد البؤري. نصف القطب نقي يساوي ايه؟ ضعف يبقى 2 والبعد البؤري اتفقنا عين يبقى نقي بتساوي 2 عين. احيانا مش احيانا دي حاجات جميله جدا تيجي في الامتحان يقول لك ايه؟ والله ممكن تحسب لي نصف قطر مرآه اذا كان البعد البؤري بتاعها 8 سم. تاني كده انت معاك مرآه اهو مرآه المرآة ديت البعد البؤري بيساوي 8 سم. احسب نصف القطب. يعني عاوز ايه؟ تقول لي عاوز نقط. طب نقط بتساوي ايه؟ 2 عين. يبقى نقط بتساوي 2 عين. يبقى بتساوي 2 في 8 حضرتك بتساوي كام؟ 16 سم. اقلبها. قال لك انا معايا مرآة نصف قطرها 8 سم. ممكن تحسب لي البعد البؤري؟ حاضر، هتجيبه ازاي؟ يبقى عين هنا كده خليك معايا بتساوي ايه؟ تقول لي بتساوي نق على 2 يبقى بتساوي 16 على 8 يعني بتساوي كام؟ تقول لي بتساوي 2 سم. خلاص كده؟ سوري 16 على هنا 2 يبقى بتساوي 8 ايه؟ 8 سم. دي العلاقه بين مين؟ بين نصف القطر بتاع المرآه والبعد البؤري بتاعها، ودي من العلاقات المهمه جدا اللي دايما بتيجي في الامتحان. عندي نقطة عشان بس نختم بيها الدرس بتاعنا وهي مسار الأشعة الضوئية الساقطة على المرآة المقعرة. كم مسار هما يا ترى؟ المسارات دي بتاعة الأشعة الضوئية أنا عندي ثلاث مسارات. المسار الأولاني ودي من الأسئلة المهمة جدا يا جماعة والسؤال بيجي في الامتحان يقول لك تتبع مسار الأشعة الضوئية الآتية، تتبعه، يجيب لك الشعاع الضوئي ساقط ويقول لك تتبعه ده ترسم الانعكاس بتاعه. تمام كده؟ طيب تعال بقى نشوف مسار الأشعة الضوئية الساقطة على المرآة المقعرة، هما ثلاث مسارات بس، مهمين جدا جدا جدا، وخد بالك في مسارين منهم هنشتغل عليهم جامد جدا في خواص الصورة المتكونة اللي هنتكلم عنه في الحصة الجاية إن شاء الله. أول مسار بيقول إيه؟ لو أنت عندك شعاع ضوئي سقط والشعاع الضوئي سقط موازي، ده مين اتفقنا مع بعض؟ ده المحور الأصلي، تمام، يبقى أول حاجة الشعاع الضوئي الساقط موازية للمحور الأصلي، يا ترى انعكاسه هيكون فين؟ هيروح فين؟ قال لك هينعكس مرة بالبؤرة. يبقى لو انت جالك في الامتحان قال لك ايه؟ اكمل العبارات التاليه، الشعاع الضوئي الساقط موازيه للمحور الاصلي ينعكس مرا بنقط، يبقى انعكس مرا بمين؟ بالبور، يبقى ده اول مسار، خد بالك من الرسمه والسؤال قلت لك تتبع، تاني، واحد يقول لي تتبع يعني ايه؟ هتجي لك الرسمه يا حبيبي اهي، ادي الرسمه، ادي المرآه، وبعدين ده المحور الاصلي عندك، وبعدين ادي الشعاع الضوئي الساقط اهو، تتبع مسار الشعاع الضوئي الساقط، يروح فين؟ تقول لي هيروح بالبور على طول، هيمر بالبور، تمام؟ يبقى ده اول مسار. المسار الثاني اللي هو الشعاع الضوئي الساقط مارا بالبؤره هيروح فين؟ الاثنين عكس بعض. اللي كان ساقط موازي مره بالبؤره، طب اللي مر بالبؤره هينعكس موازيا للمحور الاصلي، الاثنين عكس بعض. ما فيهاش مشكله خالص. نيجي على
المسار الثالث والاخير لو الشعاع الضوء استقر مارا بمركز التقاور ودي مهمه جدا 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 نروح فين؟ تقوم تقول لي يرتد، واحد تاني يقول لي انعكس صح، ينعكس على ايه؟ على نفسه، ده سؤال جميل في الامتحان، علل الشعاع الضوء استقر مارا بمركز التقاور ينعكس على نفسه، تقوم تقول له والله لان كل من زاويه سقوط وزاويه انعكاس بتساوي ايه؟ بتساوي صفر، بكده بالثلاث مسارات دول تكون هنا شغلنا النهارده ان شاء الله. الحصه الجايه نتكلم عن حصه مهمه جدا 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 لازم تركز معايا فيها وهي خواص الصوره المتكونه من المرآة المقعره. شكرا.